طائرتان تابعتان للخطوط الجوية الموريتانية تحطان الرحالة بمدرج مطار قرطاج الدولي أكثر الأماكن العمومية حركية هذه الأيام في جمهورية تونس بعد إغلاق 6 ولايات بالكامل من أصل 24 ولاية وتشديد الإجراءات الاحترازية في المدن الأخرى جراء تفشي جائحة كورونا. الطائرة الأولى تحمل شحنة من أجهزة التنفس والمعدات الطبية واللوازم الضرورية مقدمة هبة من بلادنا دعما لجهود الحكومة التونسية في مواجهة الفيروس مع طاقم طبي من أبناء الوطن يضم دكاترة وممرضين جعلتهم الدولة في خدمة بلد مضيف مدة أسبوعين قابلة للزيادة. والطائرة الثانية جاءت محملة ب15 طنا من أصناف السمك ذي الجودة العالية. ضمن من الحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية مع أشقائنا في تونس يسرني أن أشهد اليوم حضور فريق طبي موريتاني لمؤازرة إخوانهم وإخواننا جميعا في تونس الشقيقة. والحمولة مكونة من أسماك ومكون من أجهزة طبية مختلفة، وأغتنم هذه الفرصة لأؤكد عزم حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على الوقوف جنبا إلى جنب مع أشقائنا في تونس. حجم المساعدة ماديا وقيمتها معنويا تحدث عنهما بشيء من التثمين والإشادة والتنويه وزير الدفاع التونسي الذي كان في مقدمة المستقبلين. ألف شكر لموريتانيا الشقيقة رئيسا وشعبا على هذه المساعدة القيمة التي جاءت في الوقت المناسب، مساعدة ثمينة تتمثل في معدات طبية وكذلك في طاقم طبي، أطباء وممرضين مستعدين لمد يد المساعدة لأشقائهم في تونس. وهذا ليس بالأمر الغريب من طرف موريتانيا الحبيبة، فنحن أشقاء، نحن إخوة، نتكاتف نتساعد. ويعني اليوم تونس هي في وضع حرج شيئا ما، لكن الحمد لله وجدنا أشقائنا إلى جانبنا دول عديدة ومنهم موريتانيا بالرغم من الإمكانيات المحدودة وبالرغم من أن موريتانيا كذلك هي يعني تواجه هذه الجائحة، ولكن لما رأت أن تونس ربما في حاجة أكثر شيئا ما في هذا الظرف بالتحديد هبت موريتانيا بدعوة من رئيسها. ويعني الشعب الموريتاني استجاب لهذا والحكومة الموريتانية. الوفدان الموريتاني والتونسي تبادل أطراف الحديث حول الحالة العامة للمواطنين والوضعية الخاصة للجالية الموريتانية المقيمة في تونس. هذه يعني المساعدات غاية في الأهمية، وحيث أتت في الوقت المناسب وبسرعة، وتم تسليمها للطرف التونسي الشقيق، وتعبر عن مدى متانة العلاقات الأخوية الضاربة في أعماق التاريخ بين البلدين الشقيقين. وبهذه المناسبة نطمئن جميع مواطنينا على أن الجالية الموريتانية في تونس لا يوجد منها سوى 4 حالات تقريبا، تم الشفاء 3 منها، والأخرى الحمد لله في والحالة الأخرى صاحبها في حالة يعني جيدة، يعني مطمئنة شيئا ما. بالنسبة للسفارة تتابع الوضع عن كتب خصوصا في بين صفوف الجالية، وارتباط وثيق على اتصال وثيق بجميع مواطنيها في تونس من طلاب ومقيمين ومسافرين لغرض الاستشفاء، يعني نتابع الوضع عن كتب وجاهزين كل الجاهزية يعني للتدخل إذا اقتضت الضرورة. مثلما جاءت هذه المساعدة عاجلة لمؤازرة الأشقاء خارج الحدود، حمل الوفد رسالتي إخاء وإباء ومودة تؤكد أن موريتانيا وتونس بلدان فرقت بينهما الجغرافيا، فأبى التاريخ إلا أن يحفظ لشعبيهما علاقات وطيدة تتنوع مجالاتها وتتعزز يوما بعد يوم. مختار بابو الأحمد، قناة الموريتانية.